يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في الدورة 33%. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب كلمة أمام البرلمان الدولي يتحدث فيها حول الإصلاحات المتعددة في مملكة البحرين إلى جانب التحديات الاقتصادية وخطر وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. كما تعلمين سيغادر إن شاء الله وفد الشعب البرلماني برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا المشاركة في الدورة 133 للاتحاد البرلماني الدولي. وهذه المشاركة طبعا لأهمية خاصة لأن في هذه المشاركة يوجد ثلاث أعضاء من البرلمان البحريني بغرفته في الخمس لجان الرئيسية الموجودة في الاتحاد. مملكة البحرين يمكن على يعني ما نلاحظ من الوفود التي نلتقي بها دائما هناك لها حراك كبير وهناك إشادة كبيرة بما تقدمها مملكة البحرين في من ملفات في الاتحاد البرلماني الدولي. نتطلع إن شاء الله إلى مشاركة إيجابية وإلى تبيان ما قدمته مملكة البحرين في الملفات المتعلقة بأجندة الاجتماع الذي نحن بصدده. أود كذلك أن أشير أن وفد مملكة البحرين يشارك دائما ليس فقط في الاجتماعات ولكن في صياغة القرارات التي تصدر من الاتحاد بلجانه وأيضا في الاجتماع العام، وهذا شيء طبعا محل إشادة أن البحرين يعني يمكن تجربتها الديمقراطية 12 سنة تعتبر بالنسبة لباقي الدول تجربة حديثة ولكنها أيضا متقدمة، ويمكن الدليل على ذلك هو انتخاب واختيار أيضا في بعض اللجان ممثلين مملكة البحرين ليكونوا أعضاء دائمين فيها. طبعا سينطلق وفد الشعب البرلمانية للمشاركة في الدورة 133 الجمعية العمل البرلمان الدولي، وراح يشارك وفد من السادة أعضاء النواب وفد من السادة أعضاء الشورى. وطبعا يعني بالنسبة للبرامج المطروحة وفي العديد من البرامج منها طبعا في اجتماعات اللجان الدائمة الست واللي راح تطرح عدة مواضيع، وهذه المواضيع يعني بالغة الأهمية وخصوصا هي تلامس الظروف والأوضاع اللي تمر فيها المنطقة خصوصا منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام لتأثير هذه الأوضاع على دول العالم، منها طبعا مشاكل اللاجئين والمسؤولية الدول المضيفة والأخطار اللي تتعرض لها اللاجئين من خلال طبعا تنقلاتهم. ايضا هناك طبعا هناك يعني فعاليه على هامش المؤتمر او الاجتماع تتعلق ايضا بموضوع هناك يعني لاجئات ومهاجرات راح يقومون باستعراض تجربتهم كلاجئات.